بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شوط اول استحواذ فيه نسبيا لصالح النادي الاهلي، ندرت الفرص على المرميين، ولكن اخر 10 دقائق كان فيها كل حاجه في الشوط. وكان اللاعبين حسوا بخطوره الموقف ان لازم حد يكون ليه سبق تهديف في الملعب. لكن انت يعني وصلت زي ما قلنا ضغط على الفريق من اول دقيقه، واتيحت لك ثلاث اربع فرص منهم محمد طاهر، دي الحقيقه يعني ملهاش شرح ولا وصف، يعني بسيطة جدا انها كانت تبقى داخل الجول، يعني انها تطلع لفوق كده يعني حظه وحش فيها جدا او ليها ظروف يعني. واتعامل معاه بقوة. وفي بنون كمان اتلعبت له ضربة ثابتة بعدها بثلاث اربع دقايق، يعني انت كنت جوه البوكس بتاع 6 يارد. واضح ان زي ما احنا اتفقنا كلنا ان احمد ايمن منصور واحمد سامي يمكن هم دول الشكل اللي احنا لما بنخش منه من العمق بيبقى لنا خطوره بقى. بص ارقام حتى الشوط الاول في تقريبا في صالح النادي الاهلي 53 استحواذ، 47 بيراميدز، تصيب على المرمى 1-3 1-3، الركنيات 4 للنادي الاهلي و2 لبيراميدز. وكان على فترات فريق بيراميدز بيوصل الناحيه الثانيه لما بتتيح ليه الفرصه وبيستلم الكره بسهوله، عنده طبعا من اللعيبه اللي عندها سرعات، واحمد عادل عامل حركه دؤوبه جدا. ابراهيم عادل يمكن هو ما عندوش خبره كبيره جدا، انما الحقيقه عامل ازعاج لصغر سنه وسرعته. صحيح. فانا بتمنى ان نستغل بقى الطرد اللي حصل ده، ويكون في تغيير من مستر موسيماني يعوض حكايه التدويره بقى، تغيير الطريقه بقى. انا يعني وجهه نظري لازم هيحصل تغيير. تغيير الطريقه بقى اللي هي 4-3 اكيد هتبقى 4-2-3-1 تتقلب بقى بفتحي بره. انا بقول كده برضه رؤيته بالتدعيم لجنب محمد شريف. صح. يعني بس حمدي فتحي واخد انذار ومش ملهاش لازمه الثلاثه اللي بيلعبوا ورا. لا نخلينا نلعب بقى هاديين اكتر والدنيا تبقى ماشيه معانا باذن الله. كابتن اسامه، الطرد ده ممكن يكون نقطه تحول الشوط الثاني لصالح النادي الاهلي؟ طبيعي، المفروض انه لما بينقص لعيب بالذات في الماتشات المهمه دي انه يكون الكفه تميل اكتر ناحيتك. هو الفرقتين الاستحواذ يعني طبعا النادي الاهلي كان اكتر، ولكن كان متقارب. النادي الاهلي ابتدى كويس قوي ضغط من البدايه. صحيح. وكره بتاعت طاهر فرقت كتير، وفي كره كمان فاول معلول عملها لحمدي فتحي حطها براسه فوق العارضه. بعد كده السيطره راحت لبيراميدز. الخطوره هنا وهنا قليله، يعني ما فيش خطوره كبيره. الواضح انه في التحامات كتيره جدا قويه جدا في نص الملعب، نتج عنها طرد طبعا لدونجا. انا شايف ان الطرد ده مفروض انه ان شاء الله يكون نقطه تحول في المباراه، ان النادي الاهلي يجازف اكتر في الهجوم. وبدري مستر موسيماني يعمل تغيير. هم طبعا في ثلاثه في نص الملعب اللي هو حمدي وعمر وديانج. طبعا حمدي ساعات احيانا بيسقط كسيرد باك او كليبرو بين رامي وبدر في لما بيجوا يبتدوا الهجمه، لكن بيطلع تاني في نص الملعب. صح. هو حمدي متنرفز شويه، وعلى فكره عصري. حالته احسن من ديانج والسوليه في المباراه. صحيح. ولكن هو متنرفز شويه وعنده انذار، فدي مخاطره نسيبه. هي دي النقطه اللي ممكن يغير فيها. لكن ايا كان يغير واحد في الثلاثه وينزل واحد زي صلاح محسن، وقفشه ينزل تحت شريف، ويبقى صلاح وشريف وطاهر وتحتيهم قفشه، اللي هي الطريقه الطبيعيه تعمل هجوم اكتر شويه على على فرقه بيراميدز. او لو مش صلاح يبقى حسين الشحات. كابتن عادل، حلول مستر موسيماني الشوط الثاني للتعامل مع الطرد؟ يعني اهم حاجه توسيع الملعب زي ما بنقول، يعني انك انت تخلي مساحات كبيره على فرقه عشان تبقى اقل منك عدد، فلما تجريهم اكتر تفتح ثغرات. تفتح ثغرات، تقدر تخلي دايما في الطرد بيبقى معناه واحد زياده عندك. لو عرفت تعمل المعادله دي انك طول الوقت الواحد الزياده ده بيشتغل في كل حته سبورت المجموعه بتاعتك، هتقدر تاخد كل المواقف. عشان كده بيقول لك لما انا اجي يترد مني واحد كفرقه لازم ابقى انزل تحت واعمل عمق، عشان كده الفرقه الثانيه العكسيه اللي هي تعمل اطراف. فانا بقى افتكر انه زي ما الكباتن قالوا لازم يرجع لطريقه، وانت قلت يا كابتن ايمن لازم يرجع لطريقه 4-2-3-1، والطرفين عنده طاهر محمد طاهر حمدي فتحي طبعا لازم يغير. مش علشان اداؤه بس، كمان عشان حته الطرد
يعني جات له فرصه هو كده اوريدي عاوز يغير واحد من الثلاثه الديفندرات لانه ما لهمش لازمه صح في الوقت ده دلوقتي. لكن صح. يبقى الافضل انك انت تطلع واحد ممكن ياخد كارت تاني ويبقى ياخد احمر علشان تبقى معادل مع الفرقه الثانيه وتنزل واحد في الخط الامامي تنزل واحد ولازم ضغط ده من اول ثانيه وبعدين طبعًا. ضغط فيه كمان ايه يا كابتن ما فوق يعني في عمق وتطلع الفرقه كلها عشان تضغطهم لاني انا شايف اللي بيراميدز هيبقى عندهم حته التسرع هيلعبوك على المرتده هينزلوا لتحت لو فتحت الملعب اقدر اقول لك كهربا يقدر كمان ينزل النهارده يعمل حاجه كويسه وافتكر كل اللعيبه اللي عندها سرعات وهدافين وصلاح محسن ممكن يعمل حاجه كويسه نستغل الفرصه بالطرد ده كابتن بلال الاوراق اللي هيلجا ليها مستر موسيماني الشوط الثاني وازاي هيتعامل تاكس انا متهيأ تاكس برده هيعمل برده تغيير مقابل لمستر موسيماني طبيعي يعني مستر تاكس اكيد هي ممكن يعمل تغييره ممكن يطلع ابراهيم حسن انا شايف انه اقل لعيبه بيراميدز النهارده يلعب ممكن وينزل عمر جابر لعيب كويس وعنده امكانيات وعنده قدرات صحيح. ممكن محمود حماد او ممكن يا كابتن بس يعني وسط مدافع على اساس ان عمر جابر بيعرف يعمل حته يعرف يعمل توازن حته الدفاعيه وفي نفس الوقت الحته الهجوميه وعنده سرعه احمد توفيق ده بينزل برضه ممكن بس ممكن توفيق هيبقى شويه هينتظر عليه شويه لان هو برضه راجل خد بالك انت بتقرا فكره راجل هو راجل هجومي شويه يعني كورته هجوميه فانت دايما بتقرا ممكن يشتغل ازاي هو عمر جابر الاقرب عشان ده بيلعب نص ملعب كابتن وممكن يشتغل في الحته الهجوميه يعني. كويس بالنسبه لمستر مستر موسيماني احنا بس عايزين في حاجتين مهمين النهارده هم اللي ناقصين النادي الاهلي مجدي قفشه وعدم تحرره النهارده برده مخلي شكلك الهجومي قليل شويه النهارده مجدي قفشه دايما على طول ضامن في نص ملعب زي ما قلنا مشكله الطريقه دي انك انت عندك طرف المطرف مش شغال انت صح. الطرف اليمين بتاعك مش شغال طول المباراه انت بس الطرف الشمال انت كل كره بتيجي انت عايز تحضر وتشتغل على علي معلول أي. فانت عندك طرف من الاطراف مش موجود عشان بس احنا توقعنا كده قبل بدايه المباراه طبعا توقعنا كده في بدايه المباراه ان الاهلي هيبقى بيلعب مايل ناحيه الشمال عنده بيلعب وينج بيهاجم بيه وينج الثاني بيدافع بيه بشكل كويس والحقيقه اكرم توفيق عامل النهارده جيم دفاعي رائع جدا بيضغط بشكل قوي جدا على رمضان صبحي وقافل جابت اليمين بشكل كويس طبعا التغييره اللي هتنزل لازم تعدل الملعب بقى شويه لازم يعني تنزل ينزل حسين الشحات ينزل صلاح محسن وفي الاغلب الراجل بيفضل حسين الشحات ان هو التغييره بتاعته فتفتح الملعب زي ما قال كابتن عادل من شويه ان انت مطالب النهارده انك تفتح الملعب بقى على بيراميدز لان خلاص هيبقى عندك زياده عدديه انت الهجمات المرتده السريعه بتاعتك رائع جدا السرعات اللي موجوده عندك قدرت تستغلها في كره واحده بس اللي هي يمكن في الدقيقه 43 او 44 اللي اتسجلت اللي مجدي قفشه في الاخر سجلها واتحسبت تسلل ده النموذج الرائع اللي بيشتغل عليه النادي الاهلي في الهجمات المرتده السريعه الماتش اللي فات ماتش التراجي البنالتي اللي جه بنفس الطريقه كانت هجمه مرتده سريعه باص من نص ملعب اتلعبت على الطرف من وان تاتش راحت لطاهر محمد طاهر هو جول ده البنالتي اللي حصل عليه النادي الاهلي لعيبه الاهلي في تحول السريع لما بيستغلوه بشكل كويس بيبقى عندنا خطوره فانا بشوف ان شاء الله مستر موسيماني يوفق باذن الله والتغييرات لازم تكون من بدايه الشوط الثاني طب سريعا هل حاله الطرد دي تزود الدوافع عند بيراميدز ولا يبقى ليها تاثير عكسي لا اكيد تاثير عكسي وضع طبيعي يعني هو برده جاي من مباراه كبيره مباراه الرجاء هيبقى اكيد الشوط الثاني هيبقى فيه يعني نقص في المجهود البدني يقدر يستغله ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي بشكل جيد الشوط الثاني باذن الله رب اصله هو لازم طبيعي يعني كمدير فني انت حصل لك طرد وعدد اللعيبه المهاجمين عندك كتير لازم هتنزل واحد وسط مدافع وهتلم نص الملعب مزبوط. فهتاثر عليهم في النواحي الهجوميه مظبوط صحيح فالنادي الاهلي لازم يستغل دي ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي بتحقيق الفوز الشوط الثاني هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه ارجوكم انتظرونا